للمزيد معنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود علوش. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. سيد محمود، بداية بعد الحديث عن انفراجه في موضوع تشكيل الحكومة، عادت الأمور لتسوء مجددا للمربع الأول، ما هو السبب برأيك؟ أهلا بك أستاذ محمد، وتحية أيضا لمشاهديك المحترمين. أهلا بكم. المشكلة الحقيقية في الحكومة اللبنانية التي كانت هي جوهر تعطيل الحكومة اللبنانية واليوم برزت بشكل واضح هي مشكلة أساسية، وهي التلك المعطل. من الواضح أنه الرئيس ميشيل عون يريد أن يكون له حصة وازنة في الحكومة، وأن يكون له ما يعرف في لبنان حاليا بالثلث المعطل. حزب الله يرفض بطبيعة الحال أن يكون لرئيس عون وأيضا لظهير الوزير جبران باسيل أن يكون الثلث المعطل من حزبتهما، وبالتالي برزت حاليا المعضلة الحقيقية التي تواجه تشكيل الحكومة اللبنانية. نعم، نحن بالفعل عدنا إلى المربع الأول لأنه من الواضح أن حالة من عدم الثقة ليست موجودة فقط بين عامة اللبنانيين، بل حتى ضمن المحور الواحد. الرئيس ميشيل عون هو حليف لحزب الله، على الرغم من ذلك هناك حالة من انعدام الثقة بين حزب الله وأيضا بين الرئيس ميشيل عون، والدليل أن الأخير يسعى لأن لا يمتلك الرئيس ميشيل عون 11 وزيرا في الحكومة، وبالتالي نحن أعتقد أننا لازلنا في بداية الأزمة الحقيقية لتشكيل الحكومة. هناك يعني معضلة أخرى أيضا لو تسمح لي، برزت في الفترة الأخيرة مع الانسحاب الأمريكي من سوريا والتغيرات والتداعيات الجيوسياسية للانسحاب الأمريكي على المنطقة، من الواضح أن هذا الأمر ربما أعطى دفعة لحزب الله وحلفائه داخل الدولة اللبنانية لكي يتريثوا أكثر في تشكيل الحكومة اللبنانية أملا بالحصول على المزيد من المكاسب، لا سيما أن الرئيس الحريري حاليا في موقف ضعيف نسبيا، وهناك بوادر على صعيد المنطقة بتغيرات على مستوى التحالفات السياسية وحتى على مستوى النفوذ السياسي. نعم، أمام هذا الواقع الذي يعيشه يعني المواطن اللبناني 7 أشهر من حالة عدم الاستقرار السياسي من أجل تشكيل حكومة فقط، يعني ألم تكن هذه الأشهر كافية لحسم الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين، أم أن هناك يد خارجية لا تريد فعلا لحالة استقرار سياسي في لبنان وتشكيل حكومة وإشعار المواطن بحالة من الاستقرار بعد هذه السنوات؟ مع الأسف أزمة تشكيل الحكومة أبرزت حالة من ما يمكن تسميتها بالمراهقة السياسية لدى الأطراف اللبنانية، وأبرزت أيضا حالة أخرى وهي جانب آخر مهم آخر من الأزمة التي تشهدها الحكومة اللبنانية، وهي محاولة ضرب النظام السياسي، بمعنى خلال السنوات الأخيرة من صعود قوة حزب الله في الدولة اللبنانية شهدنا أزمات عديدة، حتى أقل حكومة في لبنان الآن باتت تشكل ب6 أو 7 أشهر، بالتالي هذا يعني أن النظام السياسي بالفعل في أزمة حقيقية، وهذه أحد أهداف حزب الله، وهذا أحد أهداف حزب الله من وراء تعطيل مسائل عديدة خلال السنوات المقبلة. فيما يتعلق بموضوع المراهقة السياسية التي تحدثنا عنها، هناك تحديات كبيرة تواجه لبنان في الفترة المقبلة، من وضع اقتصادي صعب إلى تهديدات بشن حرب إسرائيلية على لبنان. رغم كل هذه التهديدات وكل هذه الصعوبات التي تواجه لبنان حاليا، إلا أن الأطراف السياسية اللبنانية تولي مصلحة لأن يكون لها مكاسب كبيرة في الدولة اللبنانية حتى على حساب الدولة وعلى حساب هموم المواطن اللبناني. أنا أعتقد بأنه كلما تأخرنا في لبنان في عملية تشكيل الحكومة كلما زادت المخاطر على الدولة اللبنانية، المخاطر من كل الجوانب، الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية. لبنان اليوم بحاجة للحكومة بأسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات. الوضع في الجنوب اللبناني أيضا ربما ينفجر في أي وقت، وبالتالي لابد للأطراف السياسية اللبنانية ولو لمرة واحدة على الأقل أن تفكر بمصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين، وأن تسارع لتشكيل الحكومة الحالية لتبدأ في إصلاحات اقتصادية حقيقية. الوضع الاقتصادي صعب جدا ومتدهور جدا، وبالتالي لابد أن تكون هناك حكومة تعمل على معالجة الضغوط الاقتصادية التي واجهها لبنان بالدرجة الأولى، وأيضا مواجهة التحديات الإسرائيلية. نعم، يعني مع هذه المشاكل التي تظهر أمام أو العقبات التي تظهر أمام تشكيل الحكومة، يعني هل من الممكن أن تتطور الخلافات بين التحالفات الموجودة في لبنان، يعني مثلا بين التيار الوطني الحر وميليشيا حزب الله؟ هل نتوقع أن هذه الإعاقات هي بداية انفراط لعقد التحالف بين الجانبين؟
طبعا يعني من المغامرة التكهن بأن التحالف بين حزب الله وتيار الوطن الحر ربما وصل إلى نهايته، لكن من دون أدنى شك الأزمة الحالية ستسبب مشكلة لهذا التحالف في الفترة المقبلة. أنا أريد التأكيد على أنه عنصر الثقة الآن بالأطراف السياسية اللبنانية وبين التحالفات السياسية اللبنانية، إن لجهة تحالف حزب الله مع التيار الوطني الحر وبعض الاطراف السياسيه، وايضا لتحالف الرئيس الحريري مع الاطراف الاخرى في 14 اذار، نحن نشهد حاله من ضعف التحالفين الاساسيين في لبنان، وبالتالي هذا الامر ربما سيولد ازمه جديده في لبنان خلال المرحله المقبله. لكن استبعد في الفتره او على الاقل في المستقبل القريب ان يكون هناك انفكاك لعقد التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، إلا إذا أصر الرئيس ميشيل عون وحزب الله أيضا على مطالبهما في تشكيل الحكومة، وبالتالي سيدخل التحالف بين الطرفين في نفق مجهود. يعني مع هذه التكهنات ومن الممكن بقاء تحالفات أو انفكاكها، برأيك كيف سيكون المشهد اللبناني في القريب العاجل؟ أنا أعتقد أن هناك رغبة على الأقل لدى الأطراف السياسية بإنهاء موضوع تشكيل الحكومة، وإن كانت هناك رغبة أيضا في تحصيل عدد كبير من المكاسب. التحديات التي واجهها لبنان من الضغوط الاقتصادية وأيضا على صعيد الوضع في الجنوب اللبناني سيفرضان بطبيعة الحال على الأطراف السياسية أن تسارع في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية. فيما يتعلق بالاقتصاد، هناك وعود من دول غربية للبنان بمساعدات اقتصادية، لكن هذه الوعود هي مرهونة بإصلاح سياسي داخلي في قضية تشكيل الحكومة، وبالتالي لن يتسلم لبنان أي دولار واحد من الدول الغربية فيما لو لم تتم حل هذه المسألة. وبالتالي أنا أعتقد خلال الفترة المقبلة ربما سنشهد انفراجة قريبة لتشكيل الحكومة، أنا أعتقد بعد عيد الميلاد أعتقد. نعم، عبر الهاتف الأستاذ محمود علوش الكاتب الصحفي اللبناني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.